واخيرا الفيديو المنتظر، قايمه بافضل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها لحد دلوقتي. عملت اكتر من فيديو للافلام هنا على القناه وعجبكم، فالمره دي قررت اتكلم عن المسلسلات. في 10 مسلسلات بالنسبه لي هما الافضل، و8 مسلسلات مش موجودين في القايمه بس بصراحه يستحقوا يكونوا موجودين في الفيديو. فخلينا نبدا كده على طول، خليك جدع وانزل اعمل لايك للفيديو، ولو دي اول مره تشوفني فممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه كده عشان الفيديو يظهر لك اول ما ينزل. ومن غير كلام كتير بقى نخش على المسلسل رقم 10. المسلسل ده حاله خاصه بالنسبه لي، قريب لقلبي. الموسم الاول ما فيهوش غلط، الموسم الثاني كان اقل منه بصراحه، ومن الموسم الثالث للاخير فالمستوى كان بيقل، لكن خلينا نقول ان هو من اقوى وامتع مسلسلات السجون اللي هتتفرج عليه. مسلسل بريزون بريك، مايكل سكوفيلد اللي بيحاول ينقذ اخوه ويهربه من السجن بسبب جريمه هو ما عملهاش. من هنا بتبتدي الحكايه اللي من اول موسم تحديدا كانت بتحترم ذكاء المشاهد، بس كل الايجابيات دي اتحولت لسلبيات مع الوقت لما بدانا نشوف كده احداث، اوصفها ازاي يعني، احداث هنديه. اي حاجه بقى تحصل سواء كانت منطقيه او لا، المهم ان القصه تمشي، وده يمكن كان اكبر عيب في المسلسل بالنسبه لي. المسلسل كان فيه عيوب بس زي ما قلت لكم هو حاله خاصه بالنسبه لي ومن اوائل المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها. تقييم المسلسل على الاي ام دي بي 8.3. نروح للمسلسل في المركز التاسع، المسلسل الاكثر انتشارا في حالات الواتساب في التاريخ، مسلسل العصابات الغني عن التعريف بيكي بلايندرز. هتكلم عن الممثلين ولا الشخصيات ولا الاحداث؟ المسلسل ده يمكن الوحيد اللي اقدر اقول لك انك لو شفته هيدخلك عالم مسلسلات العصابات، واللي ممكن تلاقي مسلسلات تانية احسن منه، بس كبدايه ليك مع المسلسلات من الفئه دي فبيكي بلايندرز هو الاختيار المثالي. يمكن من الحاجات القليله اللي انا كان نفسي اشوفها احسن في المسلسل هي استمراريته بنفس القوه في كل المواسم، وده للاسف ما حصلش. بصراحه الموسم الاخير كان اقل من التوقعات، بس ما اقدرش اقول ان نهايته كانت سيئه ابدا. اجمالا المسلسل ده من اقوى مسلسلات الدراما والجريمه، وتقييمه على الاي ام دي بي 8.8، بس خلينا افكرك ان المسلسل لا يصلح للمشاهده العائليه، فخد بالك. نروح للمسلسل رقم 8، مسلسل هو المعنى الخام للدراما والواقعيه. اول مسلسل شفته حسيت ان انا مفوت على نفسي متعه ثانيه من المسلسلات، مسلسل ذا واير. المسلسل ده قبل ما اشوفه من سنتين او ثلاثه كان كل اعتقادي ان المسلسلات لازم ان هي تكون ممتعه وبس، وان لازم القصه تكون احداثها سريعه، بس عشان ادي ذا واير حقه فهو من اكتر المسلسلات اللي هتغير فكرتك. يعني ايه مسلسل احداثه وشخصياته بتعيش معاك لسنين قدام، مش بعد ما تقفل المسلسل هتنسى اللي حصل، ده مش هيحصل مع ذا واير. وعشان كده بقول ان المسلسل ده مش الكل هيحبه، فهو ومسلسل تاني معاه هكلمكم عليه في الفيديو انا بشوفهم ان هما النقله الاكبر في تاريخ الدراما التلفزيونيه. مسلسل ذا واير دراما وجريمه واثاره، وما ينفعش ان احنا نتكلم عن افضل المسلسلات وننسى المسلسل ده، عشان هتشوف صراع بين الشرطه والعصابات مش هتشوفه في مسلسلات تانية. المسلسل 5 مواسم 60 حلقه، وتقييمه على الاي ام دي بي 9.3، برضه غير مناسب للمشاهده العائليه فيعني خد بالك. وصلنا للمسلسل صاحب المركز السابع، كوميديا سوداء، عنف ودمويه مبررين بس مش هيعجب الكل، مسلسل ذا بويز، الجانب المظلم للابطال الخارقين. المسلسل ده جاي في فتره مثاليه، بعد ما شبعنا من قصص مارفل ودي سي المتكرره، الخير والشر وفي الاخر الخير بينتصر، يا اما بتضحيات خياليه او سيناريو عجيب غير واقعي، فمسلسل ذا بويز كسر كل القيود، اظهر لك جانب مختلف لكل بطل خارق. في سؤال، ماذا لو ان الابطال الخارقين هم نفسهم الاشرار في القصه؟ اداء الممثلين ده في المسلسل رهيب بصراحه، انتوني ستار وجونسون اكلز وكارل اوربا، ثلاث شخصيات اللي بالنسبه لي كانوا هم الافضل في المسلسل هم لاندر وسولجر بوي وطبعا بيلي بوتشر، مع اني شايف ان بعض المشاهد في المسلسل كانت جريئه بطريقه صادمه، بس في الحقيقه المشاهد دي كانت بتخدم القصه، بتظهر لك وحشيه الاشخاص اللي الناس مفكره ان هم فعلا ابطال خارقين، والحقيقه بقى ان هم مش مهتمين بالناس ولا مهتمين بكل المشاكل اللي بتحصل. عجبني وجود الممثل جين كارلوس بوزيتو اللي كان اضافه قويه للمسلسل. مسلسل ذا بويز يستحق ان هو يكون موجود في القايمه مع شويه تحفظ عندي كده على بعض المشاهد الغير لائقه، فاكيد المسلسل غير مناسب للمشاهده العائليه. تقييم المسلسل على الاي ام دي بي 8.7. المسلسل رقم 6 بالنسبه لي هو واحد من افضل المسلسلات الحربيه اللي انا شفتها، مسلسل فايكنجز. توقع الاسوأ لان بالطريقه دي مش هتتعرض لاي خيبه امل. كلام حكيم من فلوكي صاحب القوارب في حروب الفايكنجز. يمكن الحاجه الوحيده اللي هتجنب الكلام عنها في المسلسل ده هو صحه الاحداث التاريخيه، لاننا عارفين المسلمين عملوا معاهم ايه. بس من ناحيه ثانيه بقى انا عايز اكلمك عن الحاجات اللي انت هتحبها في المسلسل وهي شخصياته. المسلسل بيغوص في كل شخصيه وصراعاته مع نفسه في حياه متعبه في العصور الوسطى، اللي اهتمت بالشخصيات والحوارات وكمان صنعت شخصيات حكيمه، واللي طبعا
بيأثروا في المشاهدين زي شخصية راجنر، غير طبعا عوامل تانية زي السيناريو حتى تقنيات التصوير. كل ده كانوا سبب يخلوا مسلسل فايكنجز من افضل المسلسلات في التاريخ. اما بقى تقييم المسلسل على الاي ام دي بي فهو 8.6. قبل بقى ما نخش على افضل 5 مسلسلات شفتهم واللي ما اعتقدش ان في اي مسلسل هيقدر ان هو يتفوق عليهم، هكلمكم عن مسلسلات تانية مش موجودة في القائمة بس هي من الافضل وانا بحبها. مسلسل ذا ووكينج ديد اللي كان رحلة طويلة وعالم متكامل في صراع البقاء على قيد الحياة. مسلسل عيب عليه بصراحة ان هو طول زيادة قوي. انا نفسي وقفت في اخر موسم ان انا اتفرج عليه لان انا بجد تعبت. التحفة الفنية شيرنوبل، واحد من اعظم المسلسلات القصيرة اللي حكت واحدة من ابشع الحوادث اللي حصلت في تاريخ البشرية. 5 حلقات كانوا في الصميم بصراحة. مسلسل تاني بس برضو وقع في ضحية عدد المواسم الكتير، سوبر ناشرال، مسلسل من 15 موسم. انا عملت اللي عليا، انا حبيت الشخصيات وحبيت الاحداث بس 15 موسم كتير قوي. كانت رحلة طويلة والمسلسل ده قضيت معاه وقت ممتع ويعني غالبا هرجع اكمله. المسلسل الاصعب من بين كل المسلسلات، درس فيزياء مش مسلسل. انا اتفرجت على دارك اول موسم وايوه عجبني بس انا قررت ان انا اوقفه وهرجع اكمله بقى عشان ايه اديله التركيز اللي هو يستحقه. نروح لمسلسل تاني من المسلسلات القليله لنتفليكس اللي هي ابدعت فيها، مسلسل بلاك ميرور، كل حلقه بقصه مختلفه وخيال ممكن يتحول في اي وقت الى كابوس. واخيرا مسلسل لوست، اول مسلسل شفته في حياتي هو سبب دخولي لعالم المسلسلات. كلنا عارفين ان نهايته كانت غير مفهومه بس المسلسل عايشك لحظات توتر كتير، كانت رحله طويله ممتعه اللي للاسف في النهايه انتهت بطريقه غريبه. نرجع بقى للقايمة ومعانا المسلسل رقم 5. بس لو لسه مش مشترك في القناة مستني ايه؟ عايزين بقى نوصل القناة 50,000 سبسكرايبر، يعني هانت خلاص. ومش هقولك تعمل لايك كمان، براحتك. المسلسل الكوميدي الافضل والسيت كوم الافضل ونوع الكوميديا المفضل ليا، مش قادر اوصف كمية حبي لشخصيات المسلسل. مسلسل تشوفه وانت بتاكل ما يقولش لا، وانت سهران معاك وراك حاجة مهمة وعايز تفصل كده في ربع ساعة هتلاقيه دايما هو الاختيار المثالي. بداية قوية ونهاية ولا اجمل، مش مجرد كوميديا في مسلسل وخلاص، يعني غير انها حلوة لا، الكوميديا نفسها بتخدم كل شخصية. ونهاية المسلسل طبعا عجبتني وانا بشوف ان نهاية المسلسل هي نص العمل، فمسلسل ذا اوفيس كان لازم يكون موجود من التوب 5. نروح للمسلسل رقم 4 وهانت خلاص، احنا دلوقتي حرفيا داخلين على صراع العمالقة. مسلسل من 3 مواسم ولكن كل موسم بقصة مختلفة، وانا تحديدا هختار الموسم الاول من مسلسل ترو ديتكتيف. خلينا بس كده نقف وقفة احترام لماثيو ماكوني، واحد من افضل الاداءات في تاريخ المسلسلات. من اول حلقة مش قادر اقول غير عبقرية في تجسيد الشخصية اللي بيقدمها لنا، شيء ما كنتش متوقعه ابدا من المسلسل. مسلسل ترو ديتكتيف اثارة وغموض وجريمة وجرعة من الفلسفة المفيدة واللي بتخدم الحبكة في النهاية. بتحكي عن 2 محققين ودورهم في كشف واحدة من اصعب واغرب القضايا اللي بتمر عليهم. المثير للاهتمام ان المسلسل ده اول ما نزل نيك بيزالتو كاتب المسلسل قال ان هو هينزل 3 مواسم وكل موسم بقصة مختلفة، بس الموسم الاول بصراحة انا اقدر اوصفه كده ان هو عملية ابداعية خالص. انا مش راضي ان انا اكمل المواسم اللي بعده لاني عارف ان هما يكونوا اقل من التوقعات. انا بعد الموسم الاول من المسلسل ده صعب ارضائي، ولولا ان المسلسل ده قصته كانت في موسم واحد بس اللي هو الموسم الاول يعني اتوقع ان هو كان هياخد مكانه اكبر من كده. نروح للمسلسل في المركز الثالث، غني عن التعريف مش محتاج اتكلم، مسلسل جيم اوف ثرونز. الشيء الوحيد اللي خلاه مش الاول ولا الثاني هي النهايه اللي كانت بالنسبه لي مش مرضيه، وهحكي لكم حكايه حصلت معايا وانا بتفرج على المسلسل. لما بدات اشوفه من سنه او سنتين تقريبا كده عملت فيديو قلت ان اول موسمين بالنسبه لي كانوا مملين، وصورت الفيديو ونزلته وتقريبا كده كنت في بداياتي في صناعه المحتوى. عينك بقى ما تشوف الا النور، كميه هجوم حصلت عليا في الكومنتات. ياه انا فاكر الكومنتات دي، ده لو لجان ما كانوش هيعملوا معايا كده. المشكله ان انا ما كنتش كاره المسلسل بس فعلا الموسم الاول ما عجبنيش، والموسم الثاني نوعا ما برضو كانت احداثه بطيئه. بس من اول بقى الموسم الثالث الموضوع اتغير حرفيا، كل الاحداث اللي انا شفتهم في الموسم الاول والثاني اللي انا كنت شايفهم مملين عرفت قيمتهم الحقيقيه في المواسم اللي بعد كده. وفي الاخر كان لازم ادي المسلسل حقه، وبعد ما خلصت عملت فيديو قلت ان هو واحد من افضل المسلسلات اللي انا شفتها، بس مش الافضل من وجهه نظري. المسلسل الثاني معانا هو مسلسل ذا سوبرانوس، النقله الاكبر في تاريخ الدراما التلفزيونيه، ومهما نزلت مسلسلات سيبقى ذا سوبرانوس علامه كده زي جاد فادر في الافلام. شخصيات عظيمه وقصه بتتعمق في كل شخصيه اللي مش هتقدر تحدد هل هي طيبه ولا شريره. كل حاجه في المسلسل ده رماديه زي الحياه بالظبط. قصه حياه رجل العصابات توني سوبرانو هو وجماعته والمشاكل اللي بيواجهوها ضد الجماعات التانيه او العائلات وكمان ضد الشرطه. مسلسل درامي متكامل، مفيش قايمه بافضل المسلسلات من غير ذا سوبرانوس. بس خليني اقول لك ان هو غير مناسب ابدا للمشاهده العائليه، فممكن تتفرج على نسخه كلين وتجربه المشاهده هتكون احسن بكتير. وصلنا للنهايه والمسلسل الافضل من وجهه نظر، مسلسل بريكنج باد اللي وصل لمرحله الكمال في بناء الشخصيات المعقده. هل تحبها او تكرهها ده سؤال محدش يقدر يجاوب عليه، ان هو بيعتمد
المشاهد ومدى تقبله للدوافع اللي عند كل شخصيه. وانا لحد دلوقتي عايز اصدمكم واقول لكم حاجه، انا ما كملتش مسلسل بيتر كول سول، بس انا مستني الوقت المناسب واكيد لازم هكمله. بس بريكنج باد من البدايه اللي اتوصفت ان هي ممله، بس انا شفتها بدايه واقعيه بتمهد لاعظم تطور حصل لشخصيه في عالم المسلسلات. متهيألي كلام كتير اتقال عن المسلسل ولسه كلام هيتقال تاني، فممكن ابقى اعمل له مراجعه هنا في فيديو على القناه لو حابين قولوا لي تحت في الكومنتات. وكده مش باقي غير حاجه واحده بس، تقول لي في كومنت افضل 5 مسلسلات انت اتفرجت عليهم. قولوا لي اختياراتكم في الكومنتات وخلونا نتناقش. ولو وصلت لهنا فحب اشكرك ان انت بتتفرج على الفيديو للاخر، لا بجد يعني. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك لان ده بيفرق جدا، ولو دي اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني اشترك في القناه دوس على الجرس الصغير اللي جنبه، لان بصراحه ساعات الفيديو مش بيظهر لكل الناس وده يعني بيضايقني. وبس كده، ده كان كل اللي في الفيديو النهارده. انا علي اسماعيل نونز موفي هاسلر. لو حابب تتابعني انا بنزل محتوى بشكل يومي على انستجرام وفيسبوك وتيك توك، هسيب لكم كل حاجه تحت في الديسكربشن واشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.